رجعنا لكم. نكمل. لما حصلت حادثة سينا، أنا طلعت كتبت بوست على فيسبوك، قلت أنتم مستغربين، لقيت الناس كلها مستغربة إزاي يقتلوا المصلين والحاجات دي. ما يعرفوش. أديكم شفتوا أنتم في 3 أسابيع إزاي تتقتل المصلين. فطلعت كتبت بوست قلت لهم أنتم مستغربين ليه؟ آدي آراء السيد الفاضل ابن تيمية في أصحاب البدع والصوفية، وحطيت الفتاوى اللي تخليهم يقتلوا الناس في المسجد بسهولة. الغرابة ان اليوم ده قبل حلقه الاستاذ عمرو ما كنتش اعرف ان الاستاذ ضيفه، فبعت لعمرو قلت له استاذ عمرو، يعني قلت له يا عمرو ده في مجله من سنه اسمها روميه، مجله داعش اللي بتصدر بالانجليزيه، ها قايله احنا هنقتل دول في المسجد ده بالذات لاننا حذرناهم وما استجابوش من البدع والشرك والحاجات اللي معلمها لهم استاذهم الفاضل ابن تيميه. فعمر قال لي ده هي معايا المجلة اطمن، يعني أنا عايز أساعد بس إنه الناس تعرف الحقيقة. فقال لي لا ما تقلقش، ده المجلة نفسها نسخة منها معايا. وفعلا عمر طلع يعني قال اللي في المجلة وعرضها. تاني يوم استضاف الأستاذ، فرح داخل كالعادة ابن تيمية جميل ومش علاقة بالتصوف ومش علاقة قصدي بقتل المتصوفة، وإن قصده عني يعني راح جايب سيرتي، قال لك اللي وصفني وصف كده اللي ما يعرفوش حاجه دول ده بيقولوا كاتبين لي على الفيسبوك وبتاع. انا والله ما هممني خالص سيرتي ولا الكلام ولا فيسبوك، انا هممني ازاي في حادث جلل زي ده، يعني قول الفكر ده بقاله سنين بيقولوا، لكن في المره دي ازاي وسهوله وصوله واعاده انتاج ابن تيميه تاني؟ معقول دي الملابسات يعني؟ والحلقه دي زي ما اقول لكم مش حلقه عاديه، ده هي فيها الزبد كلها. تعالوا بقى احنا عندنا بقى الشاشه دي كده حبه بقى 3-4-5 حلقات كده عشان نتكلم براحتنا. تعالوا نسمع الفيديو الاولاني. دول مثلا بتوع سينا عملوا الفاجعه دي من 3 ايام او من يومين. طيب الفاجعه اللي قبليها كانت ايه؟ لا اللي قبل اللي قبليها كانت ايه؟ اللي قبل اللي قبليها كانت قتل كبير الجماعه دول. ايوه اللي هو 97 سنه. ماشي؟ ليه؟ علشان ده الراجل الجماعه دول متصوفين وهم ضد التصوف لان شايفينه بدعه. واسرعت بقى الناس، وانت منهم تعرف انت صديقي يعني مفيش مشكله لما ابن تيميه يا سيدي لا لا ده تصور الجماعه دول لابن تيميه. طيب واحدة واحدة عشان الكلام ده بعد كده له رد هو نفسه هيقول، بس خلينا في اللي أنا عايزه وده رد مبسط لسه تقيل ورا. واحد افتكروا إن هو قال لا، افتكروا بس دي إنه قال الناس قالت أسرعت، هو بقى وبعد كده هيجيب السيرة بتاعت البوست بتاعي إنه ابن تيمية، فهو بيقول له يا سيدي لا مش ابن تيمية، لا دي على سبيل القطع إنه أبدا ملوش صلة، بس احفظوا دي. تاني حاجة، هو الصورة هنا عايز يصورها انه السببية بين ابن تيمية وبين ما حدث للصوفية دول مش موجودة، وانه من قتلوهم قتلوهم مش عارف ليه الحقيقة، هو بيقول عشان كره الصوفيين وقتلوا الشيخ بتاعهم قبل كده. طب ده معناه ايه مثلا؟ معناه ايه؟ لكن احنا هنتغاضى عن دي لسبب، يعني انا الرد هيطول في النقطة دي بس نستنى عليه شوية، هو نفسه هيقول ايه بعد كده عن ذات الناس وعلاقتهم واتباعهم لابن تيمية او لا. هو قال لا على سبيل القطع يا سيدي لا. ماشي، تعال نشوف الفيديو التاني عشان ده مهم للغاية، انا منقي المطلوب وكله سياق واحد. بيجوا بقى العيال الصيع دول، على فكرة هي لجماعات اسلامية ولا متطرفين ولا إرهاب ولا الكلام ده، هم عيال صيع أطلقوا لحاهم. بس في منهج، المنهج ده إيه بقى؟ نزل في الحتة اللي تحت دي الكيرف التحتاني، فبقى في فكرة السبي السلب الذبح. شفت داعش كانوا بيتمزجوا إزاي وهم بيذبحوا الناس؟ طيب الناس اللي راحوا يقتلوا الشيخ الذهبي، ايوه تكفير والهجر،
دي اسماء بقى. ايوه يعني التنظيم ما يسمى سمي فجر ليبيا. شكري مصطفى شويه عيال صيع خدوا شويه حاجات كده من الدين عملوا بيها كاموفلاج خارجي وسابوا لحاهم او ما سابوهاش. انما ده الشكل المضمون ايه؟ ان هو نزل للمنطقة السفلى من النفس الانسانية دي وبقت هي اللي بتتحرك. فهو شايف رتل شرطة معدي، هو كاره الشرطة. ليه كارهها؟ عشان هم اعوان الحاكم. طيب ماشي. وشايف ناس بتصلي في جامع في مقبرة او في مقام لشيء، كاره دول. ليه؟ لان دول مخالفين للشريعة. طيب السياح اللي بيجوا في مصر، فاكر ايام التسعينات؟ في التسعينيات كان كل شوية اتوبيس سياحي. أيوة طبعا. لحد ما جت اليابانيين، لحد الفاجعة الكبيرة بتاعت 97 في الدير البحري. طيب هو انت بتكره مين بالظبط؟ بتكره السياح علشان فاسقين وبيجوا يفسقوا في ديار الاسلام، ولا بتضغط على الحكومة عشان تخرب لها الاقتصاد فتفلس فانت يبقى لك يعني امارات كده خاصة بيك زي ما كانوا، ولا بتقتل الناس اللي انت شايف ان هم منحرفين عقائديا زي الشيخ الذهبي، ولا بتقتل المتصوفة، ولا بتقتل الشيعة؟ هو بيقتل على الجنسية مش على الهوية. لا، هو بيقتل رغبة في القتل. حتى انه بيصل بيه الحال انه الكراهية بتزداد جدا فبيقتل نفسه، ويسموها العمليات الايه؟ الانتحارية. طيب الحاجات اكتر من هي تحتمل الحلقة. طبعا احنا مطولين يعني، هناخد بس الجزء الاول ونسلم حكاية القاع الانساني دي اللي هو فسرها، وبعدين انه بيقتل عشان القتل ده ما طلعوش غير مجرد زي ما هو بيقول مجرمين. طيب سيبكم الكلام، خلينا بس في الجزء الاولاني اللي هو قال ان هم مجموعة صيع. قالوا ده لا ارهاب ولا جماعات ولا دين ولا عقيدة ولا منهج ولا الكلام ده. الناس يقولوا كده دول مش فاهمين، ولا ابن تيمية. طبعا هو كده بداية تبرئة أفكار ابن تيمية، ده هم ناس صيع صيع قالها كده. الحقيقة أنا معرفش تفسيرها إيه في إذا كان عايز يوصل حاجة أكاديمية يعني، وأطلقوا اللي حياة صدفة يعني. كان ممكن يبقى صيع على الناصية، صيع في النادي، بس بقى صيع بدقن يعني. طيب تعالوا كده الإرهاب الحديث اللي هو من حسن البنا وسيد قطب أفكار يعني، وانت طالع بقى في التنفيذ. تعالوا نشوف الصيع بالدليل العملي اللي بيتكلم عن الأستاذ. شوف يا سيدي محمد عبد السلام فرج، طبعا سيد قطب نفسه ناقد فني خريج لغة عربية بلاغة، الحقيقة بشكل ما يتقالش عليه صايع، وكان ناقد فني على فكرة ذو شأن. امشي بقى خطوة من اللي بدأوا ينفذوا محمد عبد السلام فرج اللي أنا قلت لكم على كتابه الفريضة الغائبة اللي هي الجهاد، واللي عمل الخلية اللي قتلت الرئيس السادات، والأحد اللي أعدمه في الخمسة اللي أعدمه. نسيت أقول لكم بقى هو قبل في يعني شرطة كده قبليه اللقب بتاعه الصيع المهندس محمد عبد السلام فرج. محمد عبد السلام فرج ده مهندس. صالح سرية أكيد بتسمعوا الحاجات دي، الجيل الكبير شوية أو الجيل الشاب. دكتور مهندس، مش مهندس، دكتور مهندس. ساب ده كله، عمل خلية، بعضهم جامعات بعضهم كليات، وعملوا مصيبة في السبعينات، وأعدم منهم من أعدم. صالح سرية انزل لسه بدري. يحيى هاشم اللي كان مع صالح سرية وكيل نيابة، صيع. صيع. طيب تنظيم الجهاد اللي هو بتاع شكري مصطفى والتكفير والهجرة، كامل عبد القادر طب، طلال الأنصاري مهندس، مجموعة بورسعيد بقى أحمد صالح مهندس، مهندسين اتنين مهندسين، مصطفى يسري اللي هي مجموعة قنا مهندس. صيع صيع. ومحمد عبد السلام فرج بقى اللي من شويه قتل رئيس الدوله وشارك في قتله والتخطيط ليه مهندس، ده غير صالح سريه، ده غير سيد قطب. لسه صالح سريه طبعا الف له كتاب معاهم برضو، ما عمل نفسه شيخ. مصطفى يسري دكتور، دكتور ماشي، دكتور طبيب ممارس بتاع الجهاد، قتلت السادات
خالد الاسلامبولي انتوا عارفين بيشتغل ايه وعارفين الخليه كلها كانت بتشتغل ايه. عبد الحميد عبد السلام، عطا طايل احسن رامي كان واخد احسن واحد في الرمايه. طيب بقيه المتهمين انتوا ما تعرفوش اسمائهم. محمد اسماعيل السلموني معيد في كليه التربيه، دول قتله السادات. عمر عبد الرحمن خرج براءه للاسف، دكتور في اصول الدين الازهر. عبود الزمر، طارق الزمر ما كانش كمل وفي السجن بقى دكتور في القانون. طارق الزمر الهربان ده دكتور في القانون الدستوري من جوه السجن، بس هم صويع. ايمن الظواهري طبعا كلكم عارفينه، دكتور طبيب بشري، ده له في جارو يا راجل عملت حاجه من شهر قالت هكذا نجح داعش في جذب عقول الاطباء والمهندسين. لو في جارو دي اهم صحيفه فرنسيه عملت تحقيق على كم الاطباء والمهندسين في داعش. معهد راند او مؤسسه راند في امريكا قالت 89% من داعش مهندسين واطباء من داعش كلها. داعش نفسها بكره اوريها لكم، دي عملت مجله اسمها الهيلث كير الطبيه، يعني ان خلافه للخلافه، مجله فيها المنتسبين لكل قسم في اقسام الطب وعددهم. بكره هعرضه لكم على الشاشه. اسامه بن لادن كان واحد من اغنى واحسن رجال الاعمال نتاج لابوه، عيله بن لادن كلها المقاولات. عايز حد تاني؟ تحبوا حد تاني؟ الاستاذ يوسف يحب حد تاني؟ صايع صيع بس؟ مفيش عقيده ولا منهج ولا دول ارهابيين ولا جماعات خالص. عملوا كل ده من الستينات لحد النهارده بالاسماء، جبتهم لكم من دكاتره المهندسين لدكتور مهندس لاماكن حساسه جدا لناس كلها متحققه ذاتيا. لكن هم في نظره فجاه عشان يبرئ المنهج بقوا صيع صيع بس، مش عارف. المهم نقف بس لحد كده، احنا مطولين 4-5 حلقات مفتوح، بس نرد عشان تعرفوا يعني ايه ان ممكن نعيد تدوير الشر للناس في ثوب من هو محسوب على الثقف. كمل بكره.